بحق اللي حصل قدامكم واحد واحد، وبحق اللي افترى الراجل ده عليا في عز ضعفي وكسرتي. انا عاوز الكل يسمع ويشهد ان عرب السويركي هو اللي كسر وركع عبد ربه. اركع وان انا اللي هجيب رقبته بايدي واخد فيه اعدام. لا لا يا عرب، لا يا ابني، لا اوعى تعمل كده. ما ينفعش تقفوا لبعض، ما ينفعش الابن يقتل ابوه.